لو جه الفلان تايم عليك ومعاش ما معكش فلوس الهديه هتعمل فيها ايه؟ لا مش شرط اجيب هديه، اهم حاجه الكلمه الحلوه. لا كلمه حلوه ايه يا عم، انت طول السنه مهريها كلام حلو. اتصرف بقى اجيب لها اي حاجه حتى لو ورده حتى. لا انا بفكش على طول قبل الفلوطايه. مش لازم، يبقى عيد الحب اللي جاي. يبقى ليك عين تقابلها في نفس اليوم؟ عادي جدا اه. والله لو جه تمام، المهم هو يجي انا سجل. المشكلة فيه هو. هو بس يجي. قول له ليه يا ابن الكلمة ما جبتليش هدية؟ ليه؟ يا ابن الكلمة ما جبتليش هدية. يا ابن الكلمة؟ انت شعطان؟ لا شعطان. الساعة 11:59 دقيقة بكون متخانق معاها. بيبدأ اليوم بتاع فالنتاين بكون مفشكل. هسيبها. لما اتخانق معاها. برضه. يعني هتعمل ندم؟ اه هعمل ندم. مفيش لما يجي بقى، ما جابليش؟ اه. هنفخه. ايه؟ فخو. اخر مره جبت عيد الحب اللي فات جبتها لخطيبتي القديمه. خطيبتك القديمه جبتها؟ اه. ومراتك ما جبتهاش؟ ما مراتي فقريه اعمل لها ايه؟ طب وانت اخر مره جبت هديه؟ اخر مره كانت سلسله كده و... سلسله؟ اسمها سلسله. مش هتفرق. لا اسمها سلسله. سلسله. ما هي سلسله دي تبقى في وشك. والله بجد انا بقول لك بصراحه، انا معاك في سلسله. انت بتصور، انت فحتني بجد. ها؟ طب يلا. نلنا حاجة بقى بمناسبة الفالنتاين. الليلة 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 يا سمرة يا سمرة، الليلة يا سمرة ويلي.